خصما داود عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. لئن كانت شخصية داود عليه السلام قد برزت في فتوته وعبر تحقيقه نصراً عظيماً وحاسماً لبني قومه يوم هزم جيش الطاغية جالوت، فصرع جالوت نفسه برمية حجر مسددة ومباركة من مقلاعه، فإن هذا البروز كان تمهيداً لمهمة عظيمة كان الله قد ادخرها له في أيامه المقبلة. داود هو النبي الملك الذي بنى لبني إسرائيل أول دولة قوية مهابة، فقد جمع الله لداود عليه السلام مواهب كثيرة، بدءا من قوته الجسدية إلى مواهبه القيادية، ثم تعلمه صناعة الحديد واستغلالها في صنع السلاح والدروع. فكان أن عبر عنه القرآن الكريم بوصفه بأنه ذو الأيدي، إشارة إلى قدراته المادية الكثيرة. ولكن قدراته تلك لم تزده إلا تواضعاً لله وقرباً منه سبحانه، فهو العبد الأواب، أي كثير الرجوع إلى ربه بالدعاء والاستغفار والطلب منه سبحانه أن يسدد خطاه في كل صغيرة وكبيرة، فلا يكله إلى نفسه طرفة عين. فهو العبد المتفاني في الصلاة لربه والانقطاع له، متهجدا مترنما بفنون الدعاء والمناجات. فهو صاحب المزامير التي صيغت كلماتها من الانقطاع لله والاستغراق في بهائه سبحانه وجماله. وهو فوق هذا قد حباه الله صوتا جميلا رخيما، فكان حين يشدو بدعائه ومناجاته وترانيم حبه لله سبحانه، فإنه كان يحاكي تسبيح الكائنات لله سبحانه. هذه التسابيح التي لا يقدر أحد على سماعها إلا بإذن من الله وقدره. أجل، إن شجى صوت داود كان يندمج بتسبيح الجبال الراسيات، وينسجم مع تسبيح الطير وهو في صلوات شكره وحمده لربه في ساعة شروق الشمس وساعة غروبها. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وعلى رغم أن صورة داود عليه السلام عند تعبده وتهجده كانت تشبه بل تفوق بكثير صورة الرهبان والعباد والنساك، فإنه كان الحاكم المقتدر بملكه الذي كان قوياً شديد الإحكام.
وهو أيضا الملك الحكيم الذي لا يستند إلى قوته بل إلى فيض هائل من الحكمة، هذه الحكمة التي تؤهله بأن يكون الحاكم المنصف، ينصر المظلوم على الظالم فيقضي عدلا ويحكم فصلا. قد كان كذلك حقا، ولكن الله سبحانه شاء أن يزيد في أدب نبيه الكريم داود عليه السلام ويذكره كما كان جل وعلا يذكر جميع أنبيائه. وكان ذلك في وقت كان فيه عليه السلام في محراب صلاته ودعائه، وهو أقرب ما يكون إلى ربه فيما جنوده ورجاله يشددون الحراسة على مقر إقامته. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. كم كانت اللحظة مفاجئة لنبي الله داود عليه السلام، حتى أنه لأول وهلة فزع من هذين الشخصين اللذين دخلا عليه في محراب صلاته، وظن أنهما قد جاءا إليه وهما يضمران نحوه الشر. وكيف لا يظن ذلك وقد دخلا عليه دون استئذان، مغافلين الحرس ومتجاوزينهم؟ وهو أمر غير ممكن إلا إذا تسلقا الأسوار خلسة، ومن يفعل ذلك إلا من يبغي الشر؟ هذا ما فكر فيه داود عليه السلام قبل أن يعاجلاه بحديث طمأنه وأعاد الهدوء إليه. فهما خصمان جاءا يطلبان أحقاق الحق والعدالة استنادا إلى حكمته وعدالته ومعرفته بشريعة الله سبحانه. فقد بغى أحدهما على الآخر، وهما يرجوان أن يحكم بينهما بالعدل دون أي شطط، عساه يهديهما إلى سواء السبيل. ويسرع داود عليه السلام إلى تلبية طلبهما، فيقطع صلاته ومناجاته لرب العالمين، ويجلس ليستمع إليهما ويحكم فيما اختلفا فيه. فيبدأ الأول حديثه موضحا موضع الخلاف بينهما. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. لقد كانا أخوين، وقد ادعى من تحدث أولا بأن أخاه له 99 نعجة، أما هو فلا يملك إلا نعجة واحدة. وعلى رغم ذلك فإن أخاه قد طلب منه أن يعطيه نعجته ليكون له 100 كاملة، وقد جهد في ذلك وضيق عليه من أجل أن يستولي على نعجته الوحيدة. وينهي الأخ الأول عرض قضيته بطريقته وحسب وجهة نظره. ولكن ظاهر القضية يظهر أن الأخ الثاني
هو الذي بغى على أخيه. أفلم يقنع بما لديه من النعاج ليرنو بعين الطمع إلى نعجة أخيه؟ وتشمئز نفس داود عليه السلام من طمع الأخ الثري، فيسارع وقبل أن يستمع إليه إلى تبيان رأيه وإصدار حكمه، فيرى أن الأخ الثري قد ظلم أخاه وتعدى عليه بطلبه هذا، ثم يبين لهما أن هذه طبيعة البشر، فكم يبغي الإخوة والرفاق على بعضهم البعض على رغم ما يكون بينهم من صلات القرابة والصداقة، ذلك إلا من كان قد آمن وعمل الصالحات، وهؤلاء هم القلة القليلة من الناس. وكأن نبي الله داود عليه السلام يقرر هنا قاعدة عامة في موضوع الشراكة، ويواسي المشتكي المظلوم، ولذلك قال له: ليس صاحبك هو أول من بغى وظلم. فكثير من الخلطاء والشركاء يبغي بعضهم على بعض، ويظلم بعضهم بعضا، ويأكل بعضهم مال بعض، ولا يستثنى من ذلك إلا الشركاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهؤلاء شركاء صادقون تقوم شراكتهم على العدل والأمانة والإحسان، ويردعهم إيمانهم عن البغي والعدوان. لكن هؤلاء الشركاء المؤمنين قلائل بالقياس إلى الأكثرية الظالمة. وكلام نبي الله داود عليه السلام عن ظلم الشركاء بعضهم لبعض واقع مشهود يصدقه التاريخ، ولا يوجد شركاء أمناء عدول إلا إذا كانوا مؤمنين صالحين. عند هذه الكلمات سكت الرجلان ورضيا بالحكم وانصرفا بهدوء، وما إن تواريا عن الأنظار حتى انتبه داود النبي إلى أنه قد خالف أصلا من أصول القضاء والحكم بين الناس، فإن نفسه المتوثبة لإحقاق العدل الكارهة لكل بغي وظلم، إن نفسه هذه قد أنسته أن يستمع إلى قول الخصم الثاني. فمن آداب القضاء بل من واجباته أن يستمع إلى طرفي النزاع ويقارن بين أقوالهما، ويمنح كلا منهما الفرصة ليظهر القضية بطريقته ويبدي رأيه. فلماذا تسرع في النطق بحكمه؟ هكذا فكر داود عليه السلام. ولكن الخصم الثاني لم يحاول حتى الكلام بعدما نطق النبي بحكمه. أليس هذا دليلا على رضاه بالحكم؟ ولكن ماذا لو أنه خاف أو خجل من الكلام، أو تهيب من مخالفة داود الملك في رأيه وحكمه؟ ألا يمكن أن يكون الخصم الأول قد موه أو كذب؟ ألا يمكن هذا؟ أفيكون داود قد وقع في الظلم؟ ويستغفر النبي ربه وهو يشعر بالتقصير لما فعله، ولكنه في هذه اللحظة يستذكر تفاصيل الحادثة. فكيف وصل هذان الرجلان إليه وإن قضيتهما لم تكن عاجلة كي يخاطرا بتسلق الأسوار؟ ولكن هل تسلقا الأسوار حقا؟ وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
وبحسه النبوي يدرك داود عليه السلام بأن هذين الخصمين ما هما إلا ملكان كريمان، أرسلهما الله سبحانه ليختبره ويذكره عبر هذا النزاع الوهمي بضرورة تحري الدقة عند الحكم والفصل بين المتخاصمين، ويدرك بأن توقه لتحقيق العدالة جعله يفتن ولا يلتفت إلى هذا الأمر. فخر داود ساجدا سائلا ربه المغفرة على تقصير لم يرتكبه أصلا، ولكنه كان يمكن أن يقع فيه لو أنهما لم يكونا ملكين ولو كانت قضيتهما حقيقية. لقد استغفر داود ربه تأدبا، واستغفره عن أي لحظة قد تسهو فيها جوارحه عن ذكر الله والتوكل عليه وطلب العون والتسديد منه وحده. وما كان الله ليرد داود عن بابه، فهو النبي الكريم صاحب المكانة السامية عنده جل وعلا، ولكنه سبحانه سينزل على داود قانونا له ولكل من يأتي بعده، ويسعى إلى إحقاق العدل وإرساء العدالة وفق شريعة الله وأحكام حلاله وحرامه. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وكان التعقيب من الله على الحادثة أن ذكر نبيه وصفيه سيدنا داود عليه السلام بحقائق أساسية هي دروس مستفادة من الحادثة. ذكره الله بأنه جعله خليفة في الأرض، ومن عليه بالنبوة والملك والرسالة والخلافة، ويكون سيدنا داود بذلك قد أسس أول خلافة إيمانية تجمع بين الملك والنبوة. ثم ذكره بما ينتج عن الخلافة من الحكم والسلطان وحل مشكلات الناس على أساس شرع الله والحكم بينهم بالحق. فالخليفة لابد أن يحكم بين الناس وأن يعتني بهم ويحل مشكلاتهم ويعالج قضاياهم ويكون في معظم وقته معهم، وهذا عبادة منه لربه. وعندما يحكم بين الناس لابد أن يحكم بينهم بالحق والعدل، فيكون حكمه وقضاؤه صحيحا صائبا. ثم حذره من اتباع الهوى في حكمه وقضائه، لأن ذلك يضله عن سبيل الله تعالى وصراطه المستقيم. وأخبره بعاقبة متبعي الهوى الضالين عن سبيل الله بأن لهم عذابا شديدا بما نسوا يوم الحساب. والتعقيب على قصة الخصمين بذكر هذه الحقائق الإيمانية حول الخلافة والحكم وترك الهوى لا يعني أن سيدنا داود عليه السلام قد خالفها في حكمه وقضائه، ولا يدل على أنه كان لا يحكم بين الناس بالحق، لا يدل على ذلك أبدا، لأن سيدنا داود عليه السلام نبي رسول عصمه الله بعصمته ووفقه في حكمه وخلافته. وإذا تأملت الآيات التي نزلت فيه وتحدثت عنه فإنها كلها ثناء ومدح من الله لنبيه وصفيه سيدنا داود عليه السلام. فتأمل في قوله تعالى:
واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. وتأمل أيضا قوله عز وجل: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. كما وتأمل أيضا: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ولكن لماذا جاء هذا التعقيب بعد ذكر القصة وسرد أحداثها؟ جاء لتكون ذكرى للمؤمنين حتى لا ينسوها، فتكون لهم منهجا عمليا ودستورا خالدا يسيرون عليه في جميع تفاصيل حياتهم. فالتعقيب مرتبط مع السياق، متفق مع قصة الخصمين، فكان إنهاء عرض القصة مناسبة للتذكير بهذه الحقائق. أجل، إن الإنسان هو خليفة الله على الأرض ووكيله في تكريس الأهداف الإلهية، ومن هذه الأهداف تحقيق العدالة الشاملة، العدالة التي لا يمكنها أن تترسخ إذا ما اتبع الحكام وأولو الأمر هواهم. فالهوى قد يكون في ظاهره حاملا لدعوى الحق كما جرى مع داود وخصميه، ولكنه قد يودي بصاحبه إلى الخطأ وابتعاده عن سبيل الله وهو سبيل الحق والصواب. من ابتعد عنه وأبعد الناس عنه كان مصيره يوم القيامة سوء العاقبة وأشد العذاب. هكذا أوصى الله جل وعلا نبيه الكريم داود عليه السلام، وصية هي خير نبراس لكل البشر حتى حتى يرث الله الأرض ومن عليها، والعاقبة للمتقين.